منتابع مشاهدينا مع غادي بشارة. وأنا ما حدا قدي، أنا ما حدا عادي، عفواً. دخل جمالك، كيفك غادي؟ هاي، منيح. شو هالصوت الحلو؟ ثانك يو. حابب حالك؟ اكيد لازم احب حالي، بس ما لازم احب حالي لدرجه انه صير احس حالي حدا غير عادي. انا حدا عادي، مشان هيك ضلني اتطور. حبيبي ما شاء الله عنك. انا شو بدي اعمل، انا عم فكرتك بتاكل هوا وانت تاكل لوحدك. اسم الله عليك، مين عم بدعمك؟ مين عم بشجعك؟ مين عم بيعطيك هالقوه؟ انا في كتير ناس بيدعموني وبيشجعوني، بس اكثر شيء المامي. واكثر شيء تحدك بس. لوين حابب توصل؟ حابب اوصل على محل ده اللي اقدر اتطور فيه. يعني ما بحب اوصل على محل احس حالي انه خلص وقفت هون، لازم ضلني عم. انا لما سمعت الغنيه قلت حدا كبير عم بيغني. كثير ناس قالوا لهالشيء، بس ما بدي حدا يفكر انه مغني هيك غراميات وقصص. انا بدي اوصل مسج بهذه الغنيه. شو المسج؟ شو الرساله؟ انا يعني كان بدي اقول لك شغله، انه ان شاء الله بس يكبروا اولادك شوي بغنوا لك اياها ان شاء الله. يا حبيبي. لانه هي لكل شخص بيطلع فيك هيك بنظره تقديريه وبحاله امي. هلا انت مأكد ما حدا عم بحفظك الكلام؟ ما عم تسمعه من حدا؟ ما عم بتأيده؟
هيدا انا هيدا انت المام في كنت تسألوها انه بدي اسألها أنا... للمامي معلش جاوبني من وراء الكاميرا من اي متى هو عنده هالثقة بالنفس؟ يعني من بعد البرنامج تعززت ثقته بنفسه؟ شو فرق معه قبل البرنامج وبعد البرنامج؟ اكيد الخبره بس غتي هيدا هو غتي يعني غتي عنده راي فعم تقول الوالده من خلف الكاميرا انه غدي هيدا هو غدي عنده رايه وعنده ثقته بنفسه من هو كمان يعني شوي انا مرات بزعجها على المام بطريقه اللي ما بسمع فيها يعني بتكون عم بتقلي شيء حتى لو هو شيء دائما بيكون لمصلحتي مرات يعني خلص بقول لها انا عايمينه بابل هلا بدي اركز شوف شو بدي اقول بالمقابله حتى ما بخليها انه تقلي شيء بحب يكون سبونتينيوس هيك عفوا هلا انا اول سؤال سالته لوالدتك قلت لها ملحق بين المدرسه والغناء والتمرينات واكيد كل المشاهدين عم يسالوا هذا السؤال شو بتقول لهم بقول لهم انا بحب المدرسه مش انه بس رايح واجب بحب المدرسه اول شيء هي ثقافه واكيد ملحق باي صف صرت صرت بصف جريد 7 رح تكفي اكيد اكيد عم تعمل تمرينات لصوتك عم بيتابعك حدا متخصص بالغناء هلا انا بعمري مش مسموح لي انه كون حد عم بعمل فوكاليز بس في اختي هي بتنشر هالجو بالبيت هي ماريا بشاره اختي بفتخر بهالشيء هي بتغني وصار لها عمر بتغني يعني وانا يمكن بطريقه غير مباشره تاثرت بغنيها شو بدك تغني بعدين بغني شو اللون يعني شو حاطط لون معين براسك ليكون فيه متميز في غدي الرومانسي الطربي البوب شو حابب انا بحب يعني في بحب غني كل الالوان بقول لك ليش لانه بحب متع كل الناس مش بس شخص واحد بحب هذا الجانرا بحب متع كل الناس عم يسمعوني خليهم هيك يسمعوا شيء بحبوا يسمعوا شو بدك تسمعون هلا رح سمعون خليه بالانجلش لاف يور سيلف يلا فيك توقف إذا بتحب تاخذ ريحتك يلي بدك إياه For all the times that you rain my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake You think I'm crying on my own, well I ain't Cause I didn't wanna write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care or don't But you still hit my phone up And if you like the way you look that much Well baby you should go and love yourself And if you think that I'm still holding on to something you should go and love yourself الله يحميك شاركت بافتتاح مؤتمر طاقة الاغترابية وعندك مشاركة الأسبوع الجاي مع الانديو بحملة سلو داون خبرنا شوي قبل كيف تم اختيارك للمشاركة بمؤتمر الطاقة الاغترابية وش قدمت لهم انا قدمت لهم اغنيه باتريوتيك يعني اغنيه هيك بتحس مثل عسكر واغنيه انا افتخرت اني غنيتها قدام شو غنيت لهم غنيت لهم موعدنا ارضك يا بلدنا للرحل الكبير ملحم بركات وافتخرت بهذا الشيء اني غنيت قدام جمع كبير من الناس يعني الشخصيات ومنهم رئيس الجمهوريه وشو الحمله اللي رح تشارك فيها الاسبوع المقبل الحمله هي سلو داون مثل ما قلتي وهي حق اوصل اول ما سمعتها كنا قاعدين على طاوله الجي ان كي الجي ان كي هي الترافيك اكاديمي اللي انا مفتخر انه سفير هيدي الجمعيه في حدا كثير كثير كان قوي تيعمل هيك جمعيه توفى ابنه على الطريق هيك بلمح البصر فحبيت اني اقول لكم النائب ميشيل متران هو اللي دعانا ان نكون بهذا الايفنت على كل حال امبارحه كان في يمكن حادث بطرابلس صار الحادث بعمر 16 سنه نتيجه السرعه توفى وقبلها من حوالي اسبوعين ايضا نفس العمر او 17 سنه الاسبوع من اسبوعين يلي صارت كمان
توفى نتيجة السرعة. يعني السرعة لازم ننتبه لها ولازم ناخد احتياطاتنا من كل ودايما انا بقول الأمور. جملة yield only yield to pedestrians but never to dreams، يعني دايما خففوا بس يكون pedestrians ماشيين، بس لما تحسوا انه في احلام هيك عم توحي لكم انه لازم تعملوا شيء حققوا وما توقفوا ابدا. شو بدك تتخصص لما تكبر؟ لما بكبر بحب اتخصص بالبلاستيك سيرجري. واو، بلاستيك سيرجري مع غنى، انا هلا مع جمال اسم الله عليك ومع شعرات حلوين، شو حتعمل بالنسوان؟ بتحب المرأة؟ اكيد بحب كل انسان عايش على الكرة الارضية، حتى لو مرات بيأذونا ناس، بس كل الناس الله خلقهم ونحن لازم نكون بنحب بعضنا بعض. يعني انا سألتك هالسؤال ولو انه مش من عمرك بس شكلك قد منك هيك مستعجل على الحياة، بتحس انه كل شيء بدك بسرعة. حبيبي الله يحميك، شو بدك تغني لهم هلا للمشاهدين نختم معهم؟ All of me. يلا يلا. What would I do without your smart mouth? Draw me in and you kick me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't spin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfection. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh. شو بدك تقول لهم للشباب والصبايا لمن عمر غادي؟ بدي اقول لهم انه هلا لانه في The Voice Kids يشتركوا فيه، لانه برنامج كثير محضور وكثير حلو وكثير، يعني هيك بتحسوا انه بصير عندكم حضور على المسرح مثل ما كنا عم نقول باول البرنامج. مش هو اللي رح ينمي لكم شخصيتكم، بس هو اللي رح يساعدكم انه تحسوا هيك عندكم محلكم على المسرح. و The stage is yours. انا بدي اقول لك كل التوفيق لك. ثانك يو. بكل شيء، بالمدرسه، بالحياه، بالغنى، ناطرين دائما الافلام. وبدي اقول لك كل الناس انه يعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل تبعي، وجاهزين لنحطهم على الهواء. مرقوا على الهواء تو سبسكرايب ليتواصلوا مع غدي، وعلى انستغرام وتويتر وفيسبوك وسناب شات. واكيد بدي ادعيكم كلكم سوا انه تشاركوا بحفل اي يو بي اوت دورز. كل التيكتس بفيرجن تيكتينج. اي مدى رح تكون؟ رح تكون ب 20 ب 20. عندك شيء غير هالحفل خلال هالصيفية ولا بعد ما عرفت شو عندك خلال هالصيف؟ اكيد بالفيرست اوف جون. بالفيرست اوف جون عندي. هلا هي مخبيت لك اياهم لتخلص مدرسة يعني، كمان شوي هيك وشوي هيك. anyway رح يكون شافوا المشاهدين كل التواصل الاجتماعي لغدي، ورح نرجع نشوف غدي بشارة. انا ما حدا عادي. بس قبل ما نعمل اي شيء بدي اقول لكل اللي رح يشتركوا بذا فويس كيدز انه never stop school، ولا مره توقفوا مدرسه، لانه هي اساس حياتكم. اكيد. برافو عليك غدي، best of luck. thank you. thank you.